يلا مين هيقول نكته؟ انا هبدا بالكهرباء لان الكهرباء كوميديان اصلا. لا لا انا ما عنديش نكت. زق الحيطه يلا. واحده واحده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده قطر الصعيد، قطر الصعيد. بس كده تقلقش. قول ما في عنديش نكت والله. طب عبد الله عندك نكت؟ اه عبد الله بيتحل عليك عشان تقول نكت. يلا حد فيكم. بتضحكوا قبل النكته. لا 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 انت بص انت كده تستحقوا العقاب. افتح الكوبري. بس ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهم حاجه في الميه يا اولاد الهدوء وتساعدوا بعض. بص يا رجاله احنا في محنه وكلنا لازم نستخدم عقلنا علشان نطلع بالمحنه. طلعني طلعني حالا 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 هطلعك هطلعك. ايه اللي حصل؟ مش مني دي. بالراحة ايوه بالراحة ايوه لحد اقعد بس. يلا عبد الله ورا اخوك ورا اخوك ورا اخوك يا رامز. ايه ده ما تنرفزهاش. يلا عبد الله اطلع ازاي واقف لي كده يعني يا رامز؟ خد القميص المريالة ده ساتر. يلا واحدة واحدة زي ما اخوك عمل. اقعد جنب اخوك بقى كده. ساعدوني يا جماعة اعالج الموقف. نزل اللوح واقلب القلاب.